مساء الخير ومساء النصر لمصر. ربنا إن شاء الله تعالى يحفظ مصر أرضا وشعبا وقيادة. وأهلا بيكم في حلقة جديدة مميزة جدا كالعادة من طريقي مع ضيف أكثر تميز في مجاله. حلقة النهاردة نعتبرها حلقة في محراب العلم والعلوم والعلماء، خصوصا أن احنا تأكدنا أن لا نجاح ولا قيمة ولا تقدم للدول إلا بالاهتمام بالبحث العلمي اللي هو أساس تقدم الدول. النهاردة هنتكلم على صرح علمي شرق أوسطي ويأخذ تصنيف عالمي، بتكلم فيه أكثر من 10,000 باحث وعالم داخل هذا الصرح العلمي أو قلعة العلوم الزراعية في مصر، مركز البحوث الزراعية. ده تاريخ من الإنجازات بلا مبالغة. لولا مركز البحوث الزراعية لتعرضت مصر لمجاعة. الكلمة دي حقيقية، ما هيش مجاملة لمكان نحن ننتمي إليه وهو ينتمي إلينا كقناة مصر الزراعية، ولكن التاريخ يشهد والثوابت والمواقف والأبحاث اللي موجودة داخل هذا الصرح. النهاردة بنتكلم على مركز في كل التخصصات الخاصة بعظماء مصر الفلاحين والمزارعين في كل مكان في كافة التخصصات، كمان السادة مربي الماشية والثروة والداجنة والثروة السمكية. يعني هو بيت الخبرة للفلاح المصري. دايما بيبقى فيه قاسم مشترك كده ما بين الفلاح ذو الخبرة والأبحاث التطبيقية من السواعد والعلماء داخل هذا المركز. الكل يعلم بعضه البعض ما بين الخبرة والتطبيق. اليوم نتحدث عن مركز البحوث الزراعية، دوره الفعال في إنقاذ مصر زي ما قلت من مجاعة، ابتداء من أزمة الغذاء العالمي مرورا بأزمة كورونا. هؤلاء العلماء والعظماء يعملون في صمت، ولكن أعمالهم شاهد عيان بأن هناك رجال وسواعد محترمة تحمي مصر في الأمن الغذائي المصري. عن مركز البحوث الزراعية نتحدث. هنستثمر وجود ضيفاتي الكريمة النهاردة ونتكلم على دور المركز في تأمين الأمن الغذائي المصري، كمان دوره في تفعيل المبادرات والمشروعات القومية اللي هي مبادرات صاحب الفخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 100,000 صوبة. كمان أتكلم على دعم المنتج الاستراتيجي القمح اللي هو غذاء الشعوب، ومن يملك قوته يملك قراره. ده إحدى المقولات اللي هي تنبه لها العالم خصوصا بعد أزمة كورونا، المستحدث من أبحاث، ودائما هناك اتهام موجه للمركز، ولكن تنفيه الحقيقة والواقع أن بعض الأبحاث موجودة داخل الأدراج بلا استعمال. ولكن من أساسيات مركز البحوث الزراعية هي الأبحاث التطبيقية، فالواقع والمسمى الوظيفي للعلماء هناك ينفي هذا الاتهام الشائع. وهنعرف أكثر وأكثر عن الصرح العلمي مع ضيفة أقل وصف لها بأن هي قيمة وقامة ولها باع في الشأن والبحوث الزراعية، متفردة وموهوبة ومحبوبة وإدارية ناجحة بلا مجاملة شخصها الكريم. هنعرف منها كيف تدار المنظومة الزراعية من داخل هذا الصرح العريق والعميق بتاريخه وثوابته وأبحاثه، مركز البحوث الزراعية. مشرفانا النهاردة في طريقي أستاذ دكتور شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون البحوث. مشرفانا في طريقي، أهلا بك وشرف وإضافة وجودك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم، شرف ليا برضو كن معكم النهاردة. مصر الزراعية ومركز البحوث الزراعية وقناة مصر الزراعية، احنا كده رابطين بالزراعة حياة، ولكن طبيعة البرنامج لازم نرجع لشخصك الكريم وناخد كده خطوة في بداية الطريق ودخولك كلية. أنا فوجئت قبل الهوى، يعني المتوقع أو المنطقي بالنسبة لي، ولكن هي كل الكليات لها قيمة وقامة والمسمى الأخير برضو التايتل القوي، أن حضرتك زراعة. ده عشان معظم ضيوفنا كده بيبقى زراعة، ولكن فوجئت أن هي كلية العلوم. أيوة ده الجديد بقى. تمام. في البداية أنا يعني أحب أهني الشعب المصري والأمة الإسلامية كلها بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان يمكن احنا النهاردة برضو بنتزامن في نهايات شهر أكتوبر اللي هو بيتوافق مع الذكرى انتصارات حرب أكتوبر، اللي كلنا الحقيقة ذكرى عطرة لحرب أكتوبر وبنذكرها بالخير دايما. وكل سنة وانتم طيبين والشعب المصري كله والأمة الإسلامية كلها بخير. حضرتك طيبة وبخير، ودايما أكتوبر هو شهر الانتصارات، واستمدادا
من روح اكتوبر في انتصارات تانية في كل المجالات. دايما احنا في مقولة دكتورة بتقول كل شيء إذا زاد أو إذا كسر رخص، إلا العلم إذا تمام. زاد على شأنه. ففعلا هو العلم هو الامتداد للانتصارات اكتوبر دايما. تمام. ويمكن زمان الحروب كانت ليها شكل مختلف عن دلوقتي، لكن دلوقتي التحديات والحروب اقوى واشد. يمكن زمان العدو بتاعك كان واضح وانت عارف انت بتحارب مين، دلوقتي في الاعداء بتبقى الحروب اصعب واشد كتير جدا. فلذلك احنا لازم نتمسك بقوتنا في علمنا اللي احنا بنملكه والابتكارات بتاعتنا والتكنولوجيات بتاعتنا، وما يملكه الشعب المصري هو في الأول وفي الآخر للشعب المصري. صح. تأكيد لكلام حضرتك، المقولة في خبراء العلوم العسكرية بتقول أن حاليا الغزو ليس غزو أرض ولكن غزو عقول. تمام. ففعلا أنت النهاردة لو هيبقى في مجابهة بالعلم تمام. يبقى أنت كده مأمن نفسك، وده الأمان الحقيقي والله. تمام مزبوط. كلية العلوم برضو مش هسيبها لأن هي برضو لها نقطة كده ونعمل عليها زبط. هل حضرتك دخلتيها بحكم أن احنا كمان على مشارف عام دراسي جديد، دخلتها قدرية يعني القدر لعبته، ولا حضرتك كنت حباها يعني في؟ لا والله، هو احنا أنا كان بالنسبة لي الكلية كنت حباها وحابة أن أنا أدخل هذا المجال اللي هو بيعوز بيحتاج إلى تفكير أكتر وتعمق في المشكلة وإيجاد حلول وتحديات، فمش مجرد حفظ مناهج والواحد يدخل امتحان ويخلص ويدخل اللي بعده. فإحنا في مركز البحوث الزراعية إحنا ثلاث فئات هم الأغلبية في المركز كله. كلية الزراعة طبعا هم الأغلب الموجودين الأغلبية في المركز. معانا كلية الطب البيطري، خريجين كلية الطب البيطري وخريجين كلية العلوم. الثلاثة الحقيقة منظومة بتمشي بوجود الثلاثة مع بعض. الثلاثة بيساعدوا بعض، بيشتغلوا مع بعض، بيفكروا مع بعض، ولذلك المنتج بتاعنا بيكون كويس وبيسمع كويس ويكون تطبيقي. صحيح. مش مجرد أوهام وأفكار. أيوة. لا يمكن تطبيقها. صح، ما ده اللي احنا قلناه برضو، لان هو بس انا نرجع له تاني كده في منصتنا في الحديث، ولكن برضو ارجع لشخصك الكريم تاني. عايزين حابين نتكلم على يعني عنوان مثلا رسالة الماجستير الدكتوراه، كمان بعض البلاد انا عارف ان حضرتك سافرتي دول كتيره، حابين برضو نتكلم فيها. وما هي الاختلافات اذا كان في اختلافات عن طبيعه الزراعه او طريقه البحث العلمي، وده محور الحديث كمان يعني. تمام. هو طبعا بعد التخرج مباشره انا كنت من المحظوظين ان انا دخلت كل مركز البحوث الزراعيه. التحقت بمركز البحوث الزراعيه كباحث صغير جدا، وكان وقتها بنبقى لسه ما يعني بننتظر نزول اعلان علشان نقدر نتعين عليه. ما كانش في تكليفات مباشره في المعهد؟ لا، ما كانش فيه معهد يعني، انا كنت بتبع معهد المحاصيل في البداية. ما كانش في حاجة اسمها معهد هندسة وراثية. بدأت في المركز كأي باحث لسه متخرج، وبتعلم وبشتغل وبجرب حاجات كتير في التجارب بتاعتي. بعد كده طبعا احنا انا بنتمي لمعهد بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي. هذا المعهد انا موجودة يمكن اقول من قبل المعهد، المعهد جه بعدنا بفترة. وتم اختياري من ضمن المجموعة الجيل بتاعي اللي هم تم اختيارهم ليكونوا هم النواة للباحثين اللي هيبدأوا إنشاء في هيساعدوا في إنشاء وتكوين شكل وتخصصات المعهد. فده كان يعني شرف ليا طبعا ان وقتها القيادة اللي كانت موجودة وقتها اختارتني، وانا بشرف بيهم جميعا. وكنت من ضمن الجيل اللي هو المؤسس في الأول، اللي احنا يعني خدنا زي ما تقول كده بدأنا من تحت الصفر. فكان علم البيوتكنولوجي كان جديد، لسه ما كناش نسمع عنه ولا نعرف عنه أي شيء. بدأنا طبعا البحث بتاعنا كان صعب، مشوارنا كان صعب شوية في الأول. تم ترشيحي برضو من قبل رؤسائي في المعهد للسفر لمهمة علمية لأمريكا، وده كان أثناء فترة الدكتوراه بتاعتي. ويمكن دي كانت أهم العلامات اللي تركت علامة مهمة جدا في مشواري العلمي. بدأت هناك طبعا كان بدايتي مع العمل هناك فترة أثناء فترة الدكتوراه، خدم يعني استفدت كتير منها لإتمام رسالة الدكتوراه كما يجب. ولكن نزلت مصر بعدها ومنحت الدكتوراه من مصر باستكمال بعض الشغل تاني. يمكن الشغل اللي اتعلمته كان الواجب اللي عليا وقتها انه انا اتعلم وانقل.
الخبره. فنقل التكنولوجيا ده هو ده كان الهدف. والحقيقه اساتذتي في المركز قالوا لي لازم بصي انت هتروحي تتعلمي وهتيجي تنقلي الشغل، ولكن رساله الدكتوراه هي هنا مش هناك. يعني انا الشغل اللي هناك مش هو بتاع الدكتوراه، لكن احنا المسؤوليه تضاعفت كده. تضاعفت صحيح. فالحمد لله ربنا وفقني ان انا قدرت ان انا يعني القط واتعلم كويس قوي من اساتذتي في امريكا. رجعت في مصر طبعا نقلت الخبرات لزملائي في المركز وقدرت ان انا اكمل الدكتوراه بتاعتي. ومن هنا يعني الواحد الحمد لله بتوفيق ربنا طبعا قبل اي شيء قدرت ان انا احط رجلي على اول السلم. يعني احنا المجال بتاعنا صعب شويه، شغل الهندسه الوراثيه والبايو تكنولوجي من المجالات التحديات القويه والدقيقه جدا. صحيح. ومش سهله. فالحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى الواحد قدر ان احنا نبتدي مشوارنا. تدرجت في المعهد من يعني طبعا كباحث صغير، بعد كده بعد الدكتوراه من بدات اقدم لمشروعات بحثيه، لانه انا مؤمنه انه البحث العلمي لا يتوقف على يكون ميزانيه وتمويل المعهد، لا مش كفايه، انا لازم اساعد رؤسائي كمان في المعهد باني اجيب مشروعات وتمويل لمشروعاتي البحثيه. فقدرت ان انا اقدم لمشروعات بحثيه وامول البحوث اللي انا بعملها، ده طبعا بفضل طبعا مسانده، ما فيش يعني شك ان كان في مسانده من رؤسائي في المعهد، من جميع اساتذتي في المعهد. فالواحد طالما بيسعى بيقدر ان هو يجيب تمويل للعمل بتاعه. فدي كانت برضو نقطه من النقاط المهمه جدا. يمكن بعد كده برضو تقدمت لهيئه فول برايت لابحاث ما بعد الدكتوراه. ودي بتبقى يمكن اللي يسمع عن هيئه فول برايت في مصر هي يعني منافسه قويه جدا ما بين الجامعات والمراكز البحثيه وكل على مستوى مصر كلها. فطبعا المنافسه كانت قويه وشديده، ولكن الحمد لله والفضل لله تم اختياري برضو في من قبل هيئه فول برايت للسفر لامريكا لعمل ابحاث ما بعد الدكتوراه. والحمد لله يعني الواحد بيشرف دايما بذكر مشواره الطويل. طبعا انا اولا بحييك على الروح الطيبه اللي حضرتك بتكلمي بيها، ان دايما هي للنجاح منظومه. يعني ذكر الاساتذه ده من باب يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فحضرتك بتكلمي بروح طيبه بجد، فانا دي بحييك على قناعه. العمل داخل منظومه للنجاح، ان كل واحد ليه دور، هي تروس وكل واحد بيأدي دوره، ولذلك المحصله بتكون اقوى واجدى كمان وافضل. مظبوط. صحيح. كمان فكره ان انا يبقى حضرتك قلت كلمه جميله، يعني انا قبل المعهد، فانه يبقى في وليد صغير، ده حاجه يعني طالع بيكبر، فانت شايف مفرداته وتفاصيله اللي هي فيها اهو. ده سر طريقي بقى اللي احنا بنحكي فيه. فعلا انا انتمائي الحقيقه لمعهد الهندسه الوراثيه ولمركز البحوث الزراعيه بصفه فعلا. عامه لا يوصف. يعني الواحد بيحب هذا المكان وبيحب يشوفه في احسن حال، ولذلك يعني عمرنا يمكن جيلنا كتير قوي، مش انا بس على فكره، جيلنا في ناس كتير قوي عندهم هذا الاحساس، وما بنقولش ما بنستناش المقابل ايه او احنا هنعمل ايه، لكن الواحد بيحس فعلا ان هو بيخدم بلده من خلال خدمته في مركز البحوث الزراعيه. تاكيد لكلام حضرتك، احدى المقولات اللي فيها كم شياكه وابداع بتقول ان الانتماء يمارس ولا يورث. تمام. هو ده اللي بيحصل بالفعل. تمام. على فكره كلمه ان انا مثلا اجيب مشروع وابتكر تاني وما استناش الامكانيات المتاحه وابدع، وابدا ابداع من نوع خاص، ففعلا تمام. كل التحيه لشخصك يعني وكل القائمين في هو الباحث الشاطر. ايوه دي رساله بقى. الطموح يعني بلاش نقول شاطر، هو الباحث الطموح هو اقدر واحد على انه يجيب تمويل لبحوثه. وطبعا يعني الرؤساء في المركز، رؤسائنا كلهم، حضرتك لما تشوف واحد طموح لازم هتساعده. اكيد هو يعني بيفرض نفسه على فكره. بيفرض انا حتى لو شويه مش واخد بالي منه كليدر او مدير في المكان، لا هو بيفرض نفسه كده بطموحه ورغبته في النجاح. الحقيقه بنحترمهم جدا. صحيح. الباحثين اللي هم المتميزين عندنا، اللي هم بيحاولوا ان هم يطوروا من نفسهم، يحاولوا يتقدموا بمشروعات وافكار جديده وابتكارات جديده، لهم كل الاحترام طبعا. دول ثروتنا في المركز. صحيح. دي اهم ثروه عندنا. على ذكر الباحثين والكلمه اللي انا قلتها، يعني خلينا نبدا بيها عشان ما نبداش بالسؤال التقليدي اللي هو كم معهد وكم، ده حاجات شبه معروفه ولكن هنرجع لها برضه. في شبهة هي مش اتهام، ولكن يقول لك ايه ده ابحاث موجوده زي ما حضرتك عارفه مثلا مش مفعله وبتاع، ما في كل بعض في معظم الاماكن ما عدا
مركز البحوث الزراعية، ودي شهادة حق احنا بنشوفها، لأن طبيعة العمل في البحث تطبيقي، يعني لو ما طبقتش البحث بتاعك والترجم مش هتاخد الدرجة العلمية بتاعته، هل ده صح؟ تمام، حضرتك مظبوط 100%. مركز البحوث الزراعية أحد المراكز اللي احنا بحوثنا تطبيقية، والمانديت بتاعنا من أول ما بدأنا وأساتذتنا بيقولوا لنا إنه مفروض أبحاثنا تكون 80% منها تطبيقي و20% بحوث أساسية. فوجود 80% نسبة كبيرة جدا من أبحاثنا إن هي تكون تطبيقية قابلة للتطبيق، وفعلا في أبحاث بالفعل اتطبقت على أرض الواقع. يمكن أغلب المنتجات اللي احنا بنشوفها في الوزارة من تقاوي، من أمصال، من يعني كل الحاجات اللي بنشوفها من الوزارة كلها من خارجة من البحوث. البحوث هي الأساس. البحث العلمي في مصر ما له وما عليه، لو قلنا كده حتى في باب لما يعني نسترسل في الحوار عنه، تحب تقولي في جملة يعني بمعنى الشاهد من سؤالي ان البحث العلمي طبعا حضرتك كباحث عمرك ما تكوني راضية على اي درجة يوصلها البحث، لان ده متجدد وجديد وطبيعي طول ما هو فيه جديد. تمام. خصوصا شغل بقى الهندسة الوراثية والعلوم اللي هي بداية التفكير ونواة التفكير اساسا. ولكن طموحك ان البحث العلمي في مصر يوصل لحد فين، وهل احنا على الخطى الصح ولا لا؟ والله يعني اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، احنا في مصر يعني طول عمره البحث العلمي موجود وماشي، ولكن بخطى بطيئه شويه. يمكن في الخمس سنوات الاخيره بدا التركيز يكون اكتر على البحث العلمي، وده بفضل طبعا اهتمام القياده السياسيه برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاهتمام والرعايه اللي هو اداها للبحث العلمي على جميع المستويات. فده ادى دفعة قوية جدا للباحثين ومنظومة البحوث العلمية في مصر. وكفاية جدا ان الاستراتيجية مصر 2030 بتقول ان هو بحلول عام 2030 يتحول المجتمع الى مبدع ومبتكر للعلوم والتكنولوجيا ومنتج للعلوم والتكنولوجيا. فطبعا كفاية الجملة دي موجودة في استراتيجية مصر تدي روح قوية جدا للباحثين في مراكز البحوث كلها. الحقيقة رعاية السيد الرئيس واهتمامه ودفعه ويعني وكل الدعم بنلاقيه الأيام دي، فده طبعا ادانا يعني دفعة قوية جدا. متهيألي زادت الميزانية، ربما ده بيكون الميزانيات أفضل. طبعا حضرتك تعلم إن احنا مرت بينا سنوات شوية كانت صعبة، بعض الزملاء اللي حضرتك كانوا بيشرفونا كانوا بيعانوا من باب الحمية والغيرة على البحث العلمي، مش من باب الرغبة في إن لازم تكون فيه فلوس أو ما فيش. لا، الميزانيات تقصير أو نقص الميزانيات كانت مشكلتها الأكبر في إن أنت عندك بحوث جارية تقدرش توقفها. صحيح. فإيقاف الميزانيات أو نقص الميزانيات هيؤدي إلى فقد الجزء من هذه التجارب والبحوث. وده في فقد التجارب يعني فقد أموال برضو، فقد ميزانيات يعني. صحيح. البحوث دي تصرف عليها. صحيح. وبيتصرف عليها مش سنة ولا سنتين. في بحوث بيتصرف عليها بالسنين عشان توصل للمنتج النهائي. صحيح. فمعنى أن أنت توقف الميزانية في أي مرحلة من مراحل العمل معناها أن أنت بتفقد العمل كله. فيمكن وقتها أنا برضو لما تدرجت في معهد الهندسة الوراثية من أول رئيس قسم، بعد كده وكيل معهد، وبعدين مدير معهد، كانت فترة قاسية جدا. أنا كنت في يعني كنت شرفت بإدارة هذا المعهد لمدة 4 سنوات. خلال الأربع سنوات دي كانت مرت علينا سنين عجاف بصراحة، وكان في صعوبة شديدة إن احنا يعني نستمر في البحوث بتاعتنا، ولكن الحمد لله بفضل طبعا الوعي الإرادة السياسية في مصر ان هو رجعنا تاني ان البحث العلمي ذو أهمية وذو أولوية وله كل الدعم والاحترام. صح. انما تتوافق الإرادة السياسية مع الإدارة في اي تمام. مكان المنتج طبيعي لازم يكون افضل واجود. تمام. هقتبس من حضرتك كلمة دايما وكنت بتقوليها اللي هو قلعة مركز البحوث الزراعية، هو قلعة البحوث الزراعية في مصر، ده قلعة علمية المتخصصة في هذا الشأن. وهو بالفعل قلعة، والكلمة اللي قلتها كررها تاني، هو أنقذ مصر من مجاعات حقيقي. الكلام ده صح ابتداء من أزمة الغذاء العالمي مرورا بكورونا. كورونا بقى والمركز كيف يدار في الأزمة دي وهو صامت، لأن هو تقريبا هو اللي كان أوكل ليه حل المشكلة. تمام. بالنسبة لأمن الغذاء المصري. تمام. هو المركز زي ما حضرتك عارف وسبق ان انت قلت، المركز كبير فيه 28 كيان بحثي. ال 28 دول عبارة عن 16 معهد بحثي
و12 معمل مركزي. المهام المنوطة للباحثين عندنا هما 3 مهام أساسيين: البحث العلمي والإرشاد والتدريب والإنتاج. الثلاثة دول هما 3 محاور الأساسية اللي بنعمل عليهم في مركز البحوث الزراعية، كل الباحثين بيشاركوا فيه. ففترة كورونا الحقيقة كانت فترة صعبة، مش بس على المعاهد البثية لكن على مصر كلها زي ما حضرتك فاكر. لكن الحمد لله والشكر لله قطاع الزراعة بما فيهم مركز البحوث الزراعية أثبت أنه هو أكثر القطاعات مرونة، صحيح، ومش بس في مصر، يمكن في دول تانية كتير، ولكن في مصر حقيقة شرف لينا أن احنا قدرنا نعدي الأزمة من غير أزمات أخرى. يعني هي كانت أزمة كورونا بس اللي موجودة، لكن ما كانش في جنبها أزمات أخرى، صحيح، في الغذاء أو في توفر المواد الغذائية أو التموينية أو غيره. وده يعني بفضل الله طبعا أن الباحثين والعاملين في قطاع الزراعة كلهم، مش بس مركز البحوث الزراعية، جميع العاملين في قطاع الزراعة من أول المزارعين، من أصغر مزارع لأكبر شركة في قطاع الزراعة، مرورا كان بالوزارة كله وقطاع الإرشاد والقناة وكل والوزارة طبعا، صحيح. احنا يمكن زودنا العمل في هذا الوقت، وكان تواجدنا يومي، ما فيش حد فينا ريح ولا في حد يعني قال ان هو لا ده احنا في أزمة ما ننزلش ولا حاجة، لكن المتابعة على أرض الواقع، صحيح، كانت موجودة، المباشرة اليومية والاجتماعات من على حتى على الزوم كنا بنحاول نتواصل علشان ما نقطعش التواصل، صحيح، مع القطاعات بتاعتنا. ويمكن كان معالي الوزير أكتر الناس مهتم جدا ان هو يتواصل مع الإدارات في، صحيح، في محافظات الجمهورية، صحيح، كلها. وطبعا ده بفضل طبعا، ربما كان في استثناء كمان تاني لوقت الحظر عشان خاطر الباحثين يعني يشتغلوا بأريحية اكتر يعني. فالحمد لله يعني هي فتره الازمه عدت الحمد لله على خير، ونامل ان هي ما ترجعش تاني ان شاء الله. يعني يعني يا ربنا يسهل، يا رب السنه الجايه ربنا دايما يحفظ مصر يعني يا رب ان شاء الله تعالى، وامنها الغذائي ان شاء الله، يا رب. وعظماء مصر اللي دايما بنسميهم هنا في مصر الزراعيه اللي هم الفلاحين والمزارعين. سؤالي هنتطرق كده لبعض القطاعات اللي موجودة. في قطاع مهم جدا ليه كل التحية والتقدير كباقي القطاعات، هو قطاع الزراعات المحمية ومنافذ التسويق. كان ليه برضو على ذكر الكورونا كان ليه تواجد وكان ليه بصمة، والمنتجات وزارة الزراعة الخاصة وهي بما تنال من ثقة يعني لدى المستهلك. حب حضرتك ايه بقى نتكلم على الزراعات المحمية ودورها كمان في توفير الأمن الغذائي؟ أو تمام، هو طبعا الزراعات المحمية مهمة جدا في الفترة دي، والرئيس عبد الفتاح السيسي أولى المجال ده اهتمام كبير جدا، ومشروع 100,000 صوبة يعني أكبر دليل على ذلك. هذه الصوب مجهزة على أعلى مستوى وقابلة لأن هي الاستعمال من قبل المزارعين والمراكز البحوث والشركات المنتجة. مصر في حاجة هذا المشروع ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا. لا، احنا محتاجين هذا المشروع. ليه بقى؟ لأنه اعتمادنا على الاستيراد من الخارج لازم يبتدي ان احنا نبص فيه نظرة تانية، انه لازم نهتم بالانتاج وجودة المنتج المصري، ولازم نبتدي نفعل الاستفادة من مخرجات البحوث عندنا كمان في المركز، والتعامل مع الشركات في القطاع الخاص أو مع الشركات الوطنية. فإحنا الحمد لله من خلال في عندنا برنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، هذا البرنامج بيلقى دعم شديد من السيد رئيس الجمهورية، ومتابعة يمكن شبه تكون يومية من معالي السيد القصير وزير الزراعة لهذا البرنامج، لأنه تقاوي الخضر من المجالات المهمة جدا اللي يمكن مصر ما كانتش في اهتمام بها من قبل، ولكن الفترة دي احنا محتاجين ان احنا نقوي برامج تقاوي الخضار، ومحتاجين ان احنا نتعامل فيها بصورة اقوى، وده فعلا حاصل على ارض الواقع. في المركز في تعاون مع الشركة الوطنية للزراعات المحمية لانتاج تقاوي الخضر في اتجاهين: الدعم الفني والتعاون لاستنباط وانتاج اصناف جديدة. فده طبعا احنا شرف لينا، والباحثين اوريدي بدأنا في هذا العمل. هستاذنك فاصل ونرجع نكمل مع على عن بيت الخبرة مركز البحوث الزراعية. مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل حدوتة الجميلة اللي هي عنوانها مركز البحوث الزراعية، هذا الصرح القلعة العلمية الخاصة ببحوث الزراعة في مصر.
مشاهدينا بنجدد بحضراتكم التحية مرة أخرى في وما زلنا في محراب العلم والعلوم والعلماء، وبنتحدث ونتكلم على مركز البحوث الزراعية. من أجمل المقولات اللي قيلت في قيمة العلم أن العلم أكثر وأعلى شأنا من المال، لأن العلم حافظ والمال محفوظ، لأن بسبب العلم هيجي المال وتقدم طفرة تحصل في أي دولة. أي دولة بيقاس مدى تقدمها بمدى اهتمامها بالمراكز البحثية اللي هي بتخدم عليها في كل المجالات، وأولهم الزراعة حياة. نكمل ونستمتع بالحديث المفعم بالوطنية من القيمة والقامة، أستاذ دكتور شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون البحوث، مشرفانا في طريق. أهلا بك يا دكتور كمان. أهلا بحضرتك. أهلا بك. قبل الفاصل كنا بنتكلم على مشروع القومي اللي هو بيتكلم على الزراعات المحمية، ولكن اسمحي لي معنا مكالمة من ضيف عزيز مشرفنا بالاتصال، المهندس أحمد فتحي مدير إدارة التسويق بقطاع الزراعات المحمية. مشرفنا، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك يا فندم. أهلا بك وأهلا بالأستاذة الدكتورة شيرين، شرف وإضافة اتصالك. أهلا بيك. كنا لسه قبل الفاصل قبل مداخلة حضرتك بنتكلم على قطاع الزراعات المحمية، والدكتورة بتتكلم على إن هو مكان حيوي جدا ودوره الفعال في مواجهة برضو الأزمات. وإحنا على المستوى الشخصي بنقول إن قطاع الزراعات المحمية وإدارة التسويق هي كنز من كنوز وزارة الزراعة، للدور الفعلي عن يقين اللي احنا شفناه في الشارع المصري ودوره الحيوي، وخصوصا أيام الأزمات. كما يقال في الأزمات تظهر معادن الرجال أو المؤسسات. حابب حضرتك تكلمني على دور قطاع الزراعات المحمية، وخصوصا القطاع اللي حضرتك معني وموكل إليك. الحقيقة دور التسويق طبعا دور مهم جدا، في وأظهر دوره الكبير جدا أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. الحقيقة بتكليف من معالي وزير الزراعة وتعليمات الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، أثنى سيادته وأرسى قواعد لإدارة التسويق بتتلخص في تقديم خدمة متميزة وجودة عالية طبعا، كلها من معاهد بحثية مركز البحوث الزراعية طبعا، جميع المعاهد التابعة للمركز، وأيضا الجهات وزارة الزراعة الإنتاجية. طبعا أزمة كورونا دي طبعا منذ بداية الأزمة، ومعالي الأستاذ الدكتور محمد بيه سليمان رئيس المركز أثنى سيادته بتخفيض 25% على السوق المحلي عن السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين من سلع أساسية وخضروات وفاكهة ولحوم ودواجن. إلى الآن طبعا ال 25% دول موجودين لحد الآن منذ الأزمة، وطبعا ده تكليف ما نقدرش طبعا. وبذكر برضو في منافذ متنقلة بتجوب المحافظات وبتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجا، وطبعا لما تتمتع به المنتجات من ثقة كبيرة لدى الجمهور. طبعا دي منتجات من معاهد بحثية ولذلك مطلوبة، وفي ثقة بيننا وبين العاملين والمتعاملين والجمهور، فدي طبعا ده طبعا حاجة كويسة جدا لوزارة الزراعة والدور المنوط بيها، ان تقليل الفجوة بين المزارعين والتجار وجشع التجار طبعا، وده كويس جدا لإدارة التسويق بتقوم به. وعندنا طبعا في التوسعات أمر معالي وزير الزراعة طبعا بالتوسع في زيادة عدد المنافس بالتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء والسادة رؤساء المجالس المحلية في عدد كبير جدا من المحافظات لتلبية مطالب المتعاملين من المواطنين، سواء المترددين على المنافذ أو من خلال السوشيال ميديا. وده حقيقي يعني
إلى جانب برضو التعاون مع بعض الجهات الحكومية والوزارات الحكومية مثل وزارة التموين ووزارة والجيش والداخلية، بجانب توفير المواد الغذائية جميع أنواع السلع الغذائية بحوالي 200 سلعة، ده موجودة في المنافذ لدى المنافذ الموجودة في المحافظات، محافظات جنوب سيناء، جميع المدن بتاعت جنوب سيناء طبعا كل مدينة فيها منفذ، وبجانب محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة منشية القناطر، كل دي منافذ تحت إدارة تسويق الزراعات المحمية. يعني باشمهندس احمد، هو اللي انا كده وصلت لي من معلومه بجانب ثقه المواطن في منتجات وزاره الزراعه، ولكن كمان احدى المزايا تاني اللي هو بياخد خصم مثلا 25% على قيمه السلعه، على يعني 25% خصم. لو السلعه ب 100 جنيه عاملين خصم عليها 25% منذ بدايه الازمه الى الان. ده بتكليف من معالي وزير الزراعه وبتكليف من الاستاذ الدكتور محمد بي سليمان طبعا رئيس المركز. يعني طيب ونحن في باشمهندس احمد، ونحن في حضور استاذه دكتوره شيرين وبدعوه كمان كريمه من الاستاذ الدكتور محمد سليمان، المركز عند حضرتك او الاداره عند حضرتك ليها طلبات تاني، لان كنت احدى دعائم تقديم الخدمات في قطاع عريض زي قطاع وزارة الزراعة وقطاع الزراعات المحمية، ليكم طلبات معينة؟ قاعدين على الهواء والدكتورة موجودة وهي وكيل مركز البحوث الزراعية طبعاً الممكن ليها برضو حل المشاكل، يعني لو في مشاكل طبعاً. قدر الله الأستاذة الدكتورة شيرين يعني غنية عن التعريف طبعا، أستاذتنا كلنا، وإحنا من خلال منبر سعادتك أنا بطالب يعني بمخاطبة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية في جميع المحافظات للتعاون معنا، بس يوفروا لنا المكان. احنا اوريدي بننزل بعربيات متنقلة لتلبية احتياجات الناس، بس العربيات ما بتغطيش المساحات كلها، لانه كلهم يعني 6 عربيات اللي موجودين. ففي مناطق زي المناطق اللي هي الجديدة، 6 اكتوبر، التجمع، الشروق، الرحاب، مناش فيها منافذ، وبيجي لنا طلبات كتير جدا من المناطق دي، والصعيد كمان بيجي لنا طلبات كتير ان هم عايزين منافذ. ويا ريت لو الاستاذه الدكتوره شيرين يعني تتواصل مع الساده رؤساء المدن ورؤساء الاحياء والمجالس المحليه لتوفير مكان، واحنا اللي هنوضبه، واحنا اللي هنشغل، احنا اللي هنجيب له الثلاجات وكل حاجه موجوده، يعني ما فيش مشكله في المنتجات ولا الثلاجات ولا الارفف ولا الحاجات دي كلها، كل ده يعني متاح. باشمهندس الدكتوره مع حضرتك. تمام يا باشمهندس احمد، انا بحيي حضرتك قبل اي شيء، ربنا يخليك، يعني مجهود عظيم حضراتكم بتقوموا بيه، والحقيقه حضراتكم يعني اداره حكيمه بقياده الاستاذ الدكتور محمد بيه سليمان يعني رئيس المركز الحقيقه، والساده الوكلاء اداره حكيمه ورؤيه مستقبليه في امور كثيره جدا يعني عديده الحقيقه. فيا ريت التواصل مع رؤساء الاحياء ومجالس المحليه لتوفير بس اماكن، يعني تمام ان شاء الله لتلبيه احتياجات الناس بس. هو طبعا حضرتك والقطاع اللي حضرتك بتعمل فيه كله يعتبر الزراعه التسويقيه لمركز البحوث ووزاره الزراعه، طبعا كلها يهمنا حاجات وزاره، طبعا يهمنا طبعا وصولكم لجميع انحاء الجمهوريه وتوفير السلع طبعا بسعر مخفض، دي اهم حاجه في الفتره دي، حيويه ومهمه جدا لضبط السوق، لان دي مهمه جدا. تحياتي ليك يا باشمهندس، ربنا ان شاء الله يوفقكم، وتحياتنا لكل السواعد المحترمه داخل قطاع التسويق وداخل اداره الزراعات المحميه. شكرا على التواصل. شكرا يا باشمهندس الدكتوره، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. تحياتي لحضرتك. تحياتي فن، شكرا جزيلا. اهو ده الابحاث اللي هي بتطبق، يعني انا النهارده ترجمت قطاع مثلا زي الزراعات المحميه في اداره التسويق، انا شفته كمستهلك مباشر. طبعا بالتبعيه لو الابحاث راحت للمزارع ثم من المزارع انتاجيه اعلى ثم الي انا هيعود، ولكن في حاجات بتبقى مباشره الناس حابه
يكون فيها يعني تلمسها مباشر. هرجع ل 100,000 صوبة تاني، حضرتك حابة تقولي تاني؟ هو بالنسبة للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ده التعاون اللي يعني إن شاء الله بنتمنى أنه هو يكون تعاون مثمر وبناء، ده شرف لينا أن احنا بنتعاون معهم. مركز البحوث الزراعية وباحثين المركز وخاصة معهد البساتين، معهد بحوث البساتين، بيقدم الدعم الفني لكافة الأعمال. احنا يعني حتى اللي احنا بنقوله دايما لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، احنا تحت أمركم لتقديم كافة أنواع الدعم الفني. منين ما يكونوا هما بيشتغلوا ومحتاجين أي دعم فني، احنا موجودين ومعاهم ايدنا بايديهم علشان ان احنا نقدر نطلع منتج كويس. على جهه اخرى، احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر بيقوم بمعهد بحوث البساتين بالتعاون مع الشركه الوطنيه للزراعه المحميه، وبيشمل عدد كبير من المحاصيل البستانيه وخاصه محاصيل الخضر. بالنسبة طبعا بما ان احنا تطرقنا للبرنامج القومي لمشروع الانتاج تقاوي الخضر، هو مش بس بيشمل التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ولكن احنا عندنا برنامج قائم في مركز البحوث الزراعية لتجميع الباحثين العاملين في قسم بحوث الخضر في معهد بحوث البساتين، لوضعهم اوريدي بالفعل حطناهم في اتعمل برنامج قومي، والبرنامج زي ما قلت بيحظى بمتابعة يومية من معالي الوزير ومن جميع قيادات المركز. احنا معاهم يوم بيوم لمتابعة هذا البرنامج اللي هو بيشمل 10 او 11 محصول من محاصيل الخضر. فهذه المنظومة الحقيقة هي مش هنقول ان احنا بنبدأها، البرامج تربية الخضر موجودة في المركز منذ زمن والباحثين بيعملوا فيها وليهم منتجاتهم المتميزة، ولكن تجميع المنظومة دي كلها في إطار واحد في برنامج واحد وإحياء روح الفريق في العمل، دي هي الجديدة علينا. التعاون دايما مستمر، ولما بتكلم على بحث علمي يبقى أساسياته التعاون ما بين الجهة معينة وباقي الجهات العلمية، طبعا بيعظم الاستفادة. التعاون بقى في البحث العلمي أو في المركز مع مين، برة أو جوة أو جهات معينة يعني؟ المركز له تعاون كبير جدا سواء داخل مصر أو خارج مصر. أول شريك معنا في التعاون هو الجامعات المصرية. احنا طبعا التعاون بيننا وبينهم من خلال طلاب الماجستير والدكتوراه سواء عندنا او عندهم، ده تعاون مستمر وقائم ما فيهوش يعني اي شك. طلاب الجامعات بيتعاونوا بيجوا عندنا عشان ان هو اقامه الابحاث بتاعتهم للماجستير والدكتوراه. طلاب مركز البحوث الزراعيه بالكامل بيحصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه من الجامعات المصريه، ولكن بيقوموا بالجزء العملي في مركز البحوث، الجزء العملي من الرساله. ده بالاضافه الى البرامج التدريبيه اللي بنتيحها في التدريب الصيفي لجميع الجامعات المصريه وبدون اي تكلفه. فالكل عام في الموسم الصيفي من كل عام بيجي لنا متدربين من جميع كليات الزراعة والعلوم والبيطري من جميع أنحاء الجمهورية عشان يشوفوا التدريب على أرض الواقع، مش بيبقى تدريب بقى في محاضرات والكلام ده، لا احنا بننزل بيهم للحقول وبيتعاملوا مع النبات سواء في الحقل أو في المعمل بكل شفافية، وبنقول لهم أحدث تكنولوجيات وصلنا لها. على ناحية أخرى طبعا التعاون الدولي مهم جدا بالنسبة لنا، احنا ما نقدرش طبعا كبحث علمي لازم يكون في تعاون دولي. بنتعاون دوليا مع جميع مراكز البحوث العاملة في قطاع الزراعة سواء على مستوى أفريقيا ومستوى الشرق الأوسط والدول الأجنبية والأوروبية وأمريكا. فتعاون من خلال مشروعات بحثية، من خلال منح بحثية من عندنا، يعني كل الأفاق دي مفتوحة قدامنا. على ذكر المعايشة في الحقول، حضراتكم بتعملوا يوم حقلي، ده هو الأقرب للفلاح، أن بتستضيفوا فلاحين مباشر مرة أو اتنين مثلا على حسب السيزون أو الموسم أو طبيعة المحصول، وبتواصل إزاي باقي الفلاحين يتواصلوا وكمرجعية لهم علمية مع المركز؟ هل في مثلا خط معين أو جهة أو اتصال أو مكان يروحوه
لان ده السؤال بنتساله احنا من موقعنا يعني. مظبوط. هو اليوم الحقل ده زي ما حضرتك بتقول هو ده التواصل المباشر مع المزارعين. ويمكن المزارع يحب دايما يقول لك seeing is believing. يعني لازم اشوف بعيني علشان اصدق ان انا الموضوع. طبعا بيشملوا ارشادات زراعيه وتوجيهات وممارسات زراعيه احنا بنعملها بننقلها للمزارع. ده طبعا اضافه الى الحملات. في حمله قوميه للمشروعات الحملات القوميه للمحاصيل الاستراتيجيه. فدي طبعا بتبقى برضو ده التواصل الثاني المباشر مع المزارعين. وفي من اثناء الحملات طبعا بيبقى في نزول للحقول المزارعين وبنشوف المحاصيل. المزارع بيشوفها مش في حقول مركز البحوث الزراعيه لكن بيشوفها في حقول مزارعين اخرين. فطبعا هو بيصدقها اكتر وبيشوفها بعينه وبيسمع التجربه من مزارع اخر. ده كل ده طبعا مهم جدا. بالاضافه الى طبعا ان احنا دلوقتي في اطار التحول الرقمي. يعني حضرتك تعلم انه توجهات الدوله دلوقتي هي التحول الرقمي. فاحنا بدانا انه بنحول كل تعاملاتنا مع من خلال الخدمات اللي بيعملها مركز البحوث ووزاره الزراعه الى خدمات الكترونيه. الخدمات الالكترونيه دي طبعا بتتيح سهوله التعامل مع المزارعين والشركات الاخرى. يمكن برضو حابه برضو ان انا انوه في موبايل ابلكيشنز دلوقتي. في كذا نوع من انواع الموبايل ابلكيشنز موجوده وفي مزارعين فعلا بيتعاملوا بيها واحنا بنحاول ان احنا نتوسع فيها. يعني الابلكيشن ده عامله مركز البحوث الزراعيه في بعض الابلكيشنز مركز البحوث. في ابلكيشنز عاملينها منظمات اخرى بالتعاون برضو مع مركز البحوث. يعني هو حضرتك المنظومه كلها بتلاقي دايما في اللفه او في راجع في الحلقه برضو للبيت الكبير زي ما بيقولوا في الحلقه دايما بتلاقي مركز البحوث وزارة الزراعة. وده يعني حاجة شرف لينا. فإحنا مش بنحصرها في أبليكيشن واحد. في موبايل أبليكيشن, في تواصل عن طريق الإنترنت, في منصات إلكترونية بنحاول ننشئها علشان نسهل التعامل. مش لازم المزارع يتواصل معنا مباشرة ولكن من خلال التطبيقات المتاحة إلكتروني بيقدر أنه هو يتعامل ويعرف حل المشاكل بتاعته. هروح لسؤال يمس حضرتك كباحثة بقى, مش طبعا بقيمة المنصب. يعني ساعات بتلاقي حضرتك مثلا مزارع عنادي, يعني مثلا تقول له والله البحث ده كويس وزي ما حضرتك بتقولي تعالى شوف او ولا طبيعه المزارع المصري شويه مرن. اصل هو هنا بيبقى في ما بين على حد برضه استيعاب للقصه ما بين صراع ما بين الخبره وعناده ومعتمد على خبرته وما بين العلم وحدثياته. بتلاقي برضه ده ولا لا؟ هو ده موجود بس انا هقول لحضرتك مثل. يعني هو طبعا في المزارعين اذكياء جدا. المزارع المصري ذكي جدا ولماح على فكره, وده دي صفه بيتميز بها المزارع المصري. فانت علشان تقنعه بالمنتج الجديد بتاعك انت مش بتروح له بطريقه مباشره. لكن لا, انت بتعمل له الحقول التجريبيه بتاعتنا الاول بقى. وبعد كده هو بيشوفها بعينه وبيبتدي يشوفها عندنا في المزارع بتاعتنا, وبعد كده احنا بننقلها لمزارع الاخرى بتاعت المزارعين. بنيجي بقى مثلا بتلاقي احنا بنوصي عندنا عده توصيات للمحصول. مثلا محصول زي القمح بندي توصيات معينه لزراعه اصناف معينه في اماكن معينه في اوقات محدده بمعاملات زراعيه محدده لتفادي الافات والامراض او الممارسات الزراعيه الخاطئه. الممارسات الزراعيه دي كلها منظومه واحده. فالمزارع الذكي هو اللي بياخد هذه الممارسات وبيبتدي يطبقها, ومش بس بيطبقها بحذافيرها لكن هو بيتدخل بذكائه بخبرته. ده المزارع ده بيجود بالمحصول بتاعه بيبقى جيد جدا وبيضيف على الخبرات اللي احنا نقلناها له كمان خبرته. فالحقيقه بيتفوق على المزارعين اللي حواليه. ده بيعتبر ده بالنسبه لنا احنا ده البايلوت بتاعنا او اللي هو السفير اللي هيوصل للمزارعين الاخرين الافكار بتاعتنا والتوصيات. على ذكر ذكاء المزارع, كنت استمتعت بحوار من فتره كده الاستاذ دكتور محمد سليمان كان بيقول ان في بعض الحقول الزراعيه المزارع بيتفوق على الباحث. يعني بياخد كل معطيات الباحث ويجيد ويجود من عنده ولكن بذكاء.
فيجيب انتاجيه كمان اعلى من المتوقع على النهج البحثي فعلا. يعني ده بالفعل بيحصل. اه بيحصل صحيح. فعلا لانه الخبره دي ما لا يستهان بيها على طبعًا فكره طبعًا. المزارع بيشوف بعينه ويحس بالمحصول بتاعه اكتر من اي حد تاني. اللي هو يعلم ويتعلم يعني. أيوه. الباحث من المزارع والعكس صحيح فعلا يعني. هي العلاقه متبادله بيننا وبين المزارعين. رابط مشترك. حتى احنا يعني بنقول دايما على المزارعين زملائنا المزارعين طبعًا. لان احنا كلنا في منظومه واحده شغال عشانهم وبنشتغل مع بعض وبيهم. اه يعني وهم المرايه بتاعتنا اللي هي بتعكس بحسنا. يعني احنا بنعرف احنا ابحاثنا دي جيده ولا لا من المنتجات اللي بنشوفها. صحيح. الصادرات بره مصر احنا كنا بنصدر في وقت الازمه وده طبعا انجاز وليه الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم ان ربنا يحفظ مصر، ثم مركز البحوث الزراعيه. دوره بقى في تقييم الصادرات في معهد متخصص او في مكان متخصص، ده هو اللي بيدي المعيار الاساسي ان المنتج ده يصدر ولا لا. تمام. وطبعا مركز البحوث زي ما قلت لحضرتك احنا بحوث وتدريب وارشاد وخدمات. الخدمات بتاعتنا من ضمنها الانتاج والرقابه والمتابعه على المنتجات. فعندنا بعض المراكز البحثيه او المعامل اللي هي دورها رقابي وبتتابع المجوده علشان المنتجات الزراعيه قبل التصدير. من احد هذه المعامل معمل بحوث المتبقيات المبيدات. ده من الحاجات المهمه جدا، يعني معمل قوي جدا وحاصل على شهادات جوده في التجارب والاختبارات اللي بيعملها. ده دوره رقابي بالدرجة الأولى، إن هو بيشوف جودة المنتجات الزراعية وبيتأكد عليها قبل التصدير، وبيعمل جنبا إلى جنب مع الحجر الزراعي. طبعا ده الدور الرقابي بتاعه، وبيقابله في الخدمات البيطرية كمان. عندنا في الرقابة على المستحضرات البيطرية. صحيح. ده برضو دوره رقابي على جميع المستحضرات البيطرية المصل واللقاحات البيطرية الأمصال واللقاحات. بيشتغل برضو بيعمل على نفس الدكتور محمد سعد من فترة. تمام. بيعملوا هما الاثنين على خط واحد مع بعض، بحيث ان هو الهدف منهم هو جودة المنتجات البيطرية. فمركز البحوث الزراعية برضو في مركزي للمبيدات. ده برضو دوره متابعة ورقابة. وفي معاهد أخرى كمان بتتابع، برضو معهد أمراض النبات بيتابع جودة التقاوي. يعني لجنة تسجيل الأصناف ما فيش صنف بيسجل إلا بعد ما بيمر باختبارات عديدة. طب الاختبارات دي بتتم فين؟ بتتم في معاهد مركز البحوث الزراعية، من ضمنها معهد بحوث أمراض النبات، معهد بحوث الوقاية. واختبارات ما بتبقاش مثلا شهر او شهرين، لا ده ممكن بتقعد سنتين، لان انت بتعمل الاختبارات بتاعتك على موسمين زراعيين. ونتيجه الاختبارات بيتم عليها على اساسها التسجيل هذا المنتج. كل ده بنحاول ان احنا نضبط المنظومه بتاعتنا وبناكد على جوده المنتج الزراعي. نروح برضو، وهي مصر احنا منتجين لزيوت ولا لا؟ مش بالدرجة. مش بالدرجة. أيوه. احنا برضو بنوضح اللي بنبين المعلومة دي للناس، لان احنا مثلا عندنا الزيتون اللي هو بتاع المائدة ده احنا متفوقين فيه وموجودين. أيوة. ده كانت معلومات صحيحة يعني. تمام. الانتاج بقى الزيوت احنا بنستورد معظمها من بره، وعندنا معمل خاص بده، او دور برضو المركز بنتكلم على دعم وتعظيم الفائدة من المحاصيل الزيتية، ده دوره هو منظومة الزيوت زي ما حضرتك ذكرت. احنا مصر بتستورد زيوت، يعني اعتمادنا الاول في زيوت هي الاستيراد. بالنسبة للزيتون هو احنا متفوقين في زيتون المائدة وبيتصدر، ولكن زيتون الزيت مش موجود، او يعني نسبة بسيطة منه، او يعني بنحاول ان احنا نزود من مساحات. القيادة السياسية برضو في مصر برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اولت اهتمام بالزيتون بالذات، وكان في مشروعات كتيره جدا لزراعه اشجار الزيتون في مناطق عديده في جمهوريه مصر العربيه، لان احنا نحاول نتوسع شويه في زراعه اصناف الزيت. جنب الزيتون في طبعا عباد او هو عباد الشمس او دوار الشمس، وفي الكانولا. الكانولا على فكره من اجود الزيوت عالميا. طب دي مستحدثه زراعتها في مصر؟ هي من زمان. هو لا طبعا هي كانولا من زمان. انا عارف انها من زمان بس موجوده في مصر حديثا. موجود في مصر بس بنسبه بسيطه جدا. وثقافه، بص حضرتك، هو ثقافه استخدام زيت الكانولا في البيت المصري مش موجوده.
فدي اللي احنا محتاجين ان احنا نتوسع فيها شويه او ان احنا نبتدي نعمل عليها، لانه زيت الكانولا من اجود الزيوت الموجوده عالميا وفي العالم كله بيستخدم بصفه عامه بنسبه كبيره جدا. فالكانولا برضو احنا في معهد بحوث المحاصيل الحقليه عندهم بعض اصناف كانولا تم استنباطها في مصر. طيب. يعني بتاعتنا، فاحنا محتاجين ان احنا نتوسع فيها. بس المشكله برضو فين؟ انك انت لما تيجي تتوسع في محصول لازم تشوف المنتج بتاعه هتطلعه ازاي، برضو لازم يكون يوازيه انشاء مصانع لانتاج هذه الزيوت. دايما هي المقوله في علم الاقتصاد، اعطني سوق ابني لك مصنع. تمام. طب عايز استثمر وجود حضرتك معايا ونكلم هواني مصر اللي هي الفلاحه المصريه او كل الستات عموما، هو طريقه استخدامه مثلا هل هو زي الزيوت المعتاده اللي احنا عارفينها يعني قلي وطهي وي وحلويات وكله، ولا طب فين المخاوف ان احنا نستخدمه؟ ما فيش. هو كان اقول لحضرتك مثلا من 20 سنه فاتوا كان في مشكله في النبات نفسه اللي هو نبات الكانولا، ولكن الابحاث في العالم كله كان في نسبه من احد الاحماض الامينيه موجود، فكان بيخوف شويه ان هو النسبه دي موجوده، ولكن طبعا البحث العلمي لا يتوقف. حصل ان هم عملوا استنباط وفرزوا انواع كتيره جدا من الكانولا لغايه ما وصلوا الى انواع من الكانولا فيها زيرو برسنت، نسبة صفر من الأحماض اللامينية اللي هي مش مظبوطة. فطبعا ده أتاح استخدام الكانولا في العالم كله وبيستخدم في دول كتيرة جدا. ممكن ان احنا يعني انا طبعا الجزء ده مش عارفين هل ممكن إمكانية إنشاء مصانع في مناطق الإنتاج لتصنيع زيت الكانولا، هل الشعب المصري أو المستهلك المصري هيتقبله بسهولة او هيتعود عليه، لكن هو قيمته الغذائيه عاليه، قيمته الغذائيه عاليه ويوفر اكتر شويه. يعني هو طبعا محصول كويس جدا في الزيت، واستخدام الكانولا لا يؤثر لكل انواع الطعام يعني عادي، لكل انواع الطعام مفيش مشكله. فان شاء الله، بس هي يعني محتاجه خطوات زي ما حضرتك بتقول، ان هو ازاي ننقل المعلومة للمزارع المصري والشركات ونشجعهم ان هم يزرعوا هذا المحصول، وان المناطق اللي بيتزرع فيها برضو مش هيبقى في كل المناطق علشان حتى لا يعني لا ينتقص من الارض الزراعية بتاعت محاصيل اخرى. أيوة. استراتيجية. فهي اصل الارض الزراعية محدودة، فانت عشان يعني تزود من محصول محتاج ان انت على حساب تيجي على حساب محصول تاني، ده طبيعي. او ان انت تتوسع في الاراضي الجديده، وهو ده الهدف، ان احنا لو قدرنا ان احنا المحاصيل الجديده اللي احنا بنتكلم عليها سواء محصول الكانولا او غيره ان احنا نوديها بقى للمناطق الجديده في اراضي بكر زي شارع العوينات. تمام. او غيره. تمام. صحيح. في سؤال اكيد لي اجابه عند حضرتك اللي هو بيحير ناس كتير. انا مثلا مزارع ومزارع التاني نفس الفدان، نفس المنتج، نفس التقاوي، نفس الأسمدة، ولكن بيختلف الكمية والمحصول. ده مثلا نجيب 3.5 أرداب لو اتكلمنا على الأرز، وده التاني يجيب 5. السر كباحث بقى فين؟ السر تطبيق التوصيات. توصيات. يعني وزارة الزراعة لما بننتج تقاوي بنبقى معاها التوصيات. المزارع الذكي هو اللي بيطبق هذه التوصيات كويس جدا، وبالتالي بيبقى المنتج بتاعه مظبوط بالانتاجيه اللي هو متوقعها، ويمكن بتتفوق شويه لو هو دخل خبراته في الموضوع. لكن طبعا عدم الالتزام بالتوصيات التي يصدرها مركز البحوث الزراعيه هي اللي بتؤدي الى اختلاف المحصول بين المزارع والتاني. احنا هنا مثلا وعندهم قناه المزارعين والفلاحين، قناه مصر الزراعيه، التوصيات دي دايما بتنزل بصفه مستمره. تمام. وفي تعاون مستمر بين ما بين المركز كمان. ده دور مهم جدا لقناه مصر الزراعيه، هي معموله يعني. علشان كده القطاع الارشاد لازم. في وزاره الزراعه هو اللي نشا قناه مصر الزراعيه خاصه للفلاح. لازم طبعا لازم، لانه لازم نبقى معاه يوم بيوم يعني. لان الجو كمان التغيرات المناخيه من احد التحديات الكبيره جدا دلوقتي، لان حضرتك دلوقتي التغيرات المناخيه بقت سريعه ومفاجاه. صحيح. ازاي النبات تحاول ان انت تحمي النبات وهو في الحقل من هذه التغيرات المناخيه؟ هي مش هتاثر على النبات كمظهر ظاهري، ولكن هتاثر على الانتاجيه بتاعته. صحيح. فلما انتاجيه النبات بتتاثر بالتغيرات المناخيه دي بتبقى طبعا بتاثر بالسلب على المحصول كله. طيب هاخد من كلام حضرتك سؤالي على ذكر المتغيرات المناخيه.
ده في الحالة الطقس والجو وغيره. ويبقى جزء تاني اللي هو خاص بربما يكون هناك في ندرة في المياه. دور المركز في استنباط مثلا أنواع تانية من المحاصيل تستوعب أو تستحمل زي ما بنقول كده كلا المتغيرات، سواء مثلا على الجانب الطقس أو المتغيرات المناخية أو جانب ندرة المياه، لأن ده مهم جدا الفترة اللي جاية. هو إحنا في مركز البحوث الزراعية يعني كده أقول لك كل الباحثين يعلموا إن التحديات اللي بيواجهها قطاع الزراعة هي بتنحصر في ثلاث حاجات. الندرة وهي محدودية الأرض والمياه والتغيرات المناخية وزيادة السكانية. صحيح. إزاي أنت تحافظ على الإنتاج الزراعي بتاعك في وتكفي الزيادة السكانية اللي موجودة عندك في مصر وفي نفس الوقت تواجه التغيرات المناخية وفي حدود الأرض المتاحة. فطبعا تعظيم الاستفادة من الأرض والمياه هو ده الهدف الأساسي، وكل الأعمال بتاعتنا والأبحاث بتاعتنا بتنصب في إزاي أزود إنتاجية النبات تحت ظروف يا إما التغيرات المناخية أو نقص المياه. فالعمل في هذا المجال برضو على عدة محاور، يا إما أنه بيحصل استنباط لأصناف جديدة بطبيعتها تكون متحملة لنقص المياه، أو أن بيحصل استنباط لأصناف برضو جديدة تكون مبكرة في النضج، يعني بتقعد فترة أقل في الأرض الزراعية، فتقوم أن هي توفر في كمية الماء، توفر رية أو ريتين، فدي طبعا بتبقى وسيلة من وسائل توفير المياه. أو بالممارسات الزراعية، يعني زي الزراعة على مصاطب بالنسبة للقمح بتدي برضو توفير في نسبة معينة من التوفير في المياه. في ممارسات زراعية أخرى إذا كان محاصيل ممكن تتزرع بالري بالتنقيط أو بالرش، أو يعني إزاي إن احنا نحافظ على نقطة المية، وده المهم إن شاء الله تعالى بإذن الله. بالسواعد المحترمة اللي داخل هذا الصرح العظيم ووجود حضرتك موجودة مع القيادي الموهوب والمحبوب برضو الدكتور محمد سليمان، احنا مطمئنين وشرفتيني وشرف إضافة وجودك معانا، وتحياتنا للكشف. نأمل دايما قناة زراعية تكون داعم للفلاح المصري، واحنا معاكم دايما على طول. طبعا تحياتي لحضرتك. مشاهدينا خلصت حلقة النهاردة، واطمنا على ان هناك سواعد دايما في ظهر عظماء مصر الفلاحين والمزارعين بيافطة كبيرة منورة دايما وعنوانها مركز البحوث الزراعية. كانت مشرفتنا في طريق النهاردة ضيفتي الكريمة دكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون البحوث، واستفدنا واطمنا على البحث العلمي في مصر انه بخير ما دام هناك رجال مصريين ومخلصين. الشكر موصول للكاتب الصحفي مدحت محي الدين رئيس تحرير برنامج. أشوفكم إن شاء الله في طريقي الأسبوع القادم في أدب وسياسة وفن ورياضة. في أمان الله.